خربوش مرة أخرى. باش نبدا باخبار نشر موقع تونسي تيليغراف البارح، عنوانه رئاسة الجمهورية تمنع القاضي أحمد سويب من المشاركة في ندوة حول المصالحة. سويب في تصريح للموقع قال أنه مدير الديوان الرئاسي رضا بالحاج تدخل لمنعه من المشاركة في الندوة اللي كان حسن الزرقوني مدير سيغما كونسي أحد منظمها، واللي كلم أحمد سويب نهار قبل الندوة باش يعلموا أنها تأجلت. لكن تفاجأ القاضي البارح بعد تليفون من ناطق رسمي باسم حزب التكاثر محمد بن نور اللي سألوا على أسباب تغيبه على الندوة وبقى الكرسي نتاعو فارغ في المنصة الرئيسية. حسن الزرقوني تكلم اليوم في الصباح في إكسبريس وجاوب على الحكاية. بعد شوية نسمع حسن الزرقوني. فهمنا الحكاية أحمد. دونك الحكاية وما فيها أنه كانت فما ندوة حول قانون المصالحة، فما برشا ضيوف كانوا حاضرين، منهم أحمد سويب. أحمد سويب ما كانش حاضر. بعد ما كلموا واحد من المنظمين بتاع الندوة هذية اللي هو حسن الزرقوني، قالوا أنه الندوة تأجلت. حكيت مع كل واحد جاي البارح قبل باش نحضروا البانيل، لقاو انه لي بوزيسيون تاع شاكان باش يكون اكيليبري لو بانيل، لازم يكون كل واحد رايه مع او ضد او في الكورسور وين يحطو. الاناليز نتاعي كان انه لو كورسور ايتي بلوتو دون لو سونس نيجاتيف. جي فيو انه بور اكيليبري لو بانيل لا بريزونس تاع زياد كليشان كمحلل وهجر سوا براو خويا الكبير وخويا برشا وصحاب وتينا واحده، احنا راه ولاد حومه ولاد ملعب تونسي ولاد خوات كوا. يا دي جون كي اون با ابريسي لو فات كو اي سوا با فينو هيير، سيتي بور ان بوت ديكيليبر دو لين ايديتوريال او فيل دو رازوار، سي با ايفيدون. انا كان هو تقلق نطلب منه السماح. دونك حسن الزرقوني يطلب السماح من القاضي احمد سويب عشان يكون معنا بعد شوي. اقنعك بالكلام والتفسير ولا وانت كنت حاضر في الندوه هذه زياد؟ انا في الحقيقه كنت حاضر، وكان الندوه يعني قائمه على اساس عرض صبر اراء قامت به سيغما مع التعاون مع كورادا دناور حول تقبل التوانسه لمشروع قانون المصالحه. وكان في البانيل ثم اربع من الناس، ممثل لسياده رئيس الجمهوريه واحمد صواب والاستاذ هاجر بالشيخ وانا. ولكن انا تفاجات كنس كل انه ما ثماش احمد صواب، سالت عليه فين ما لقيتش جواب. ثم تكلم محمد بن نور وسال، قال يبدو انه تعرض لضغوطات. انا في وقت ما فهمتش، خاطر ما نتصورش احمد الصواب يتعرض لضغوطات، لكن بعد العمليه بتتحال تليفونات خدمه وفهمنا العمليه. نحب نقول حاجتين باعتبار أنا أحمد سواب معروف صديقي وحسن زرقون معروف صديقي، دونك نتكلم مع معزز أصدقاء لكن بكل أريحية لأنه الحق حق ولو كان على نفس الشخص. أنه يقع استدعاء شخص ثم يعني يمنع بطريقة من الطرق تحت ضغط سياسي ولا شخصي نرجع له من سلطة قائمة، انا نعتبره هذايا غير معقول وغير مقبول. وانا شخصيا لو كان كنت سمعت به من قبل ما كنتش نشارك في ندوه كيما هكا، لانه مش معقول مهما كانت التعليات ومهما كانت كذا. يعني انت يا ابو بكر باش تنظم ندوه، من حقك باش تصدى اللي تحب هكا ولا وعلى ليميت من حقك باش تنسق مع اللي تحب. اما اون فوا استدعيت هيثم المكي ما جيش زيد كريشاني يقول لي لا راني هيثم ما يساعدنيش وما نحبوش وانا نرضخ، معناها نقول لك اي يعني مثالش معناها باش تشارك اللي غير ما وخاصة اذا كان ثبت. احنا تو نتكلموا على ثم كلام معناش ثبتت، اذا كان ثبت ان الدوافع هي دوافع شخصية سنحكيو مع لو كان دوافع سياسية عملية خطيرة برشا حتى شخصية زيادة. لا عملية لا نعتبرها شخصية أخطر من السياسية. أخطر بلا هي. وكان عملية سياسية خطيرة برشا أنه مؤسف السلطة التنفيذية لرئاسة الجمهورية تمنع مواطن تونسي من الكلام. عمل خطير برشا ويعتبر ساق. لكن وكان هو كان من دوافع شخصية يولي أخطر برشا، لأنه يولي ثم حتى غياب مفهوم الدولة وهيبة الدولة زادة تأخذ ضربة كبيرة في العملية. نفس القاضي أحمد سويب حكي على شكون اللي وراء ضغوطات. أحمد سويب في حسب نفس الموقع تونسي تيليغراف قال أنه اتصل بحسن زرقوني اللي يعلم بضغوطات كبيرة تعرض لها من قبل رضا بالحاج مدير ديوان رئاسي ما دفعوا لإعلامه بتأجيل الندوة. حاولنا الاتصال بكل من مدير ديوان رئاسي اللي على ما يبدو أنه في اجتماع وما نجمش تحصلوا عليه.